احنا اليوم في الاتيليه مال حسن المسعودي. حسن المسعودي فنان وخطاط عراقي حاليا يشتغل في باريس. كان لي الشرف اليوم انه انا التقي وياه ونسوي معه لقاء، حكينا عن علاقته مع العراق، مع الفن، مع الخط العربي. ان شاء الله يعجبكم. يا حبيب النور، المثل الياباني يقول اذا تريد ان تتفتح الازهار لا تقطع النيور. لكنما مرينا بظروف صعبه جدا عائليا واجتماعيا